بدري ثلاث جيت ايضا بعد سميته ودع لصيفي ومرحبا بشتاء القرز. لحنا يا شباب في مطمطة كيفاش عاملين كيفاش عايشين؟ عندي عايشين تعبين، بلاد تعب، ما فما حد شيء في البلاد، الناس خاصة بابا عيلة ما خالت حتى على شيء. تخدم مثلا انت؟ نخدم ما خالت على شيء. علاش؟ ما فهم شيء يا خاطر، بلادك تشوفي فيها باش تقضي قضية بخمسين دينار يلزمك، لا فيها لا لحم لا على غلة كالخضر. عباد عايشة تعبة على الآخر. علاش قلت تقول عباد تعبة لهنا؟ أول حاجة الخدمة ما فماش. المرأة ما عادش موجود. أبسط حاجات هذه المرأة ما عادش موجود. شفت نحن جماعة السوق كان خدمنا. صورت 10,000 باش تاكل ما خدمتش سي. كلها ماشية في المكس. السوق اللي تمشي لها تدفع المكس. لا تعبة العباد. شنو المشاكل الموجودة في السوق لهنا؟ المشاكل أول حاجة السوق ديما ممسخ. هذه حاجة. لازم تشوفونا حاجات باهية للسوق، تو هاي حاجة أنا نحب الرسم بكري نحكوا فيها، تو البلاصة هذية مثلا البط، على ما يحاولوش باش يرمموها ويسقفوها. إي قلتوا لهم؟ ما فما شكون باش يسمعنا. جملة. ما فما حد باش يسمعك. في الشتاء كيفاش تعملوا؟ تخدموا؟ في الشتاء ما يخدم حد. ريح ما يخدم حد. الشمس ما يخدم حد. ما وقتاش تخدم؟ ما نخدموا كان يبدا طقس رايد، لا فما لا مطر طقس كي معاك. مش نحكيوا على حرقة، نحكيوا على خدمة احنا تو. هذي كان نلقى نحرق أنا. قسما باللي اش معجبك فيها تي تونس كامله، هي مش كان مطماطه راه عيط لاي واحد من الشباب لهنا اقسم بالله فادت، كان معرس فادت وكان مازال عازب فات. شوفي الشباب الكل ما عرسش، انا معرس جي يحكي لي باش يعرس نقول له ما تعرسش على الوضع اللي عايشين فيه تو. ياك انت عرست؟ عرست على خاطر هذيك هذاك اللي كتب، ما نحسبش الدنيا باش تولي هك. عرست بعد الثوره ديريكت 2012، عرست بعد الثوره بعد ما فصع بن علي عرست، وكان ندري عليها هكا ما نعرسش قسما بالله. عيط الواحد عازب يقول له باش تعرس يقول لك لا، هو صاحبي عازب هذا مش معرس، اساله يقول لك لا ما نعرسش. تنكر فيه؟ نكر فيه خاطر وضع مش باهي. هذا وضع باش واحد يعرس ما نجمش يعرس، يعرس يجيب صغار تجيب برشا مشاكل تولي. موك يخدم على روحه سي بون. هي يخدم صحيني خدمه واحد يخدموا في السوق، ما فماش خدمه ما فماش فلوس. مش قاعده تشري الناس؟ مش ما فماش ما في المواسم، مثلا في موسم تاع عيد مناسبات صيف ما كانش تو ما فماش خدمه. شوف الفريب تبيعوا فريب ولا؟ دباش جديد وهذا فريب هاكا نبيع في الشلاكه غادي يعني. فماش خدمه. طقس تشوف فيه خاصة تولي مطره الناس كل تروح، تي العباد ما تدورش. الناس كلها مربوطه ببعض. مثلا انت شنو الهدف نتاعك في الحياه؟ دي تحسن وضع البلاد، البلاد تعبه على الاخر. شو تقول رئيس الجمهوريه اذا تفرج فيك؟ هادي جا عمل طل على الجنوب خاصه مطمط. انا عمري بالعمر ما جا حتى رئيس دوله البلاد هذه، حتى رئيس اقسم بربي. انا مره برك بن علي ما نعرفش وقتها المطار في عهد ما نعرفش صغير ما نعرفش، اما هذه البلاد هذه ما جا حتى رئيس قسما. فما وعود فارغه ما فما حد شيء، حتى سياسيين ما جاش. يا وادي ما ريت حد، انا ما ريت حتى حد، حتى باش يعملوا منطقه صناعيه باش يخدموا الشباب ما فما حد شيء. كلام في التلفزه هذاك البي الفايده ما فماش على الميدان، ما فما حد شيء. كل مره تسمع هاو باش يجيو وهاو باش يعملوا، ما فما حد شيء. حديث ما منها حد شيء. انت تخدم من هون زاد في السوق؟ نخدم هنا اختي نصاب تاع شتي. شو احوال السوق؟ ماشي الامور؟ والله خايب اختي. مش ماشي جملة جملة بالخص النهارات هذه والله على الحيط. ما فماش ناس قاعدة تشري؟ لا لا بالعكس فهمش. أنا يا أختي من حام حامد جابس، أنا نخدم في الفريب، يشدك عون في الثنية وعطيني الفاتورات عطيني الرخصة. احنا برا نقول لهم تبعوا حلق الواد وتبعوا الناس الكبار تبعوا فينا، احنا زوا ولا نخدموا في الفريق، يشدك اعطيني الفاتورات الرخصة ترشني كيفاش تخدم في الفريق. بدي الفريق هذا زطلة ولا كنتر؟ والله بالحق نحكي معاك، يشدك عون البرا يقول لك اعطيني الرخص اعطيني الفاتورات، برا تبع الدبوات تبع المعامل تبعوا فينا احنا زوالو، يقول لك فريب ما فريب منين يلبسوا كلمة الفريب. العباد ما عادش قدرتها، جديد هذا جديد ما عادش قدرت، احنا نبيعوا في الفريب اخت. يجي يقول لك برا وهي تعطيني الفاتورات ويبدا يجبد عليه، ما عنديش اني ناخذ من برا، ناخذ في النوا يمشي تبع المعامل يتبع القرستية الكبار. احنا نصاب راه نخدموا هكا في الفريب في السوق، من سوق لسوق من سوق لسوق، لا تكلم لرئيس الدولة لا تكلم معنا حتى حد. يجي يعدي لك كان محضر او محضر جيبي، اما اعطيني قاوت بالفرش، اما اعطيني قاوت ولا نعدي لك محضر جيبي. وانت ايش تعمل في الحالة هذه؟ ايش نعمل؟ نقول له عدي محض
ما هيك ما تحبي بالفرشة نحكي ني لا خوف لا طميعة، نحكي لك الصحيح. دمرونا والله يدمرونا أخت، أقسم بالله يدمرونا، لا حابين لا يعطونا فاتورات لا رخص متاع فريب لا شيء. قديش عندك في الخدمة هذه؟ سنين ربيني من أيام باباي نخدم في الفريق، لا حبوا لا يعطونا لا رخصة لا يعطونا فاتورة، أعطونا رخصة ونوري له الرخصة العون ونوري له أي حاجة، مش متكلم معنا حتى واحد. يعني خدمتكم واحد. مش مقننة معناها مش قانونية. شنو مش قانوني؟ هما يقولوا لكم مش قانوني، معناها يجيب فاتورة باش نجم نه. احنا ناخذوا من الحوانت ومن القرستيرة، مش مال معامل برا تبع المال معمل تبع القرسيستي الكبير. تبع فينا احنا ترى ما ندورو من سوق لسوق، احنا ناخذوا فيها محلوله ندورو من سوق لسوق، يجي يشدك يقول لك اعطيني الفاتور، اعطيني الرخصه نتاعك منين جبتها، هاني الرخصه ومنين الفاتوره اعطيتوها لي ني باش نوريها لك هاني. الخدمه هذه انت كشاب معيشتك؟ هنا راتا يسيبونا نخدم على ارواحنا معيشتنا، نحمد ربي ونشكر معيشتني بالنسبه لي هاني، نحكي لك معيشتني نحكي لك على روحي. يسيبونا غير بركة خلنا نتخاد، يسيبونا متعبينا في الكياس والله متعبين، يشدك مش لاليق السلعة الكل محلولة يقول لك اعطيني فاتورة، ها ندور لك كرهبتها. هني بابا صغار نحكي معاك، بابا صغار عندي زوج صغار نحكي معاك، ترى باش نخليهم للشر هذاك، كان ما ندفعش نخليهم للشر. قالك سمعت الفريب عندهم برشا فلوس بالحق؟ حسب رايك انت نسهل انا ما نعرفش، خلوهم القرصستيه باش عندنا برشا فلوس. عندك برشا فلوس وكراهب وكوام. ايه. هذا حديث هذا. الناس قايلين. هذا مش منها الحديث هذا خلاص. جملة. ما انت قاش عندك من كاميونه؟ كاميونه واحدة. واحدة برك؟ واحدة برك. وعشرة في القرص. وعشرة في القرص. ها الكواليس يحكي وانا ما حكيتش. هذه كواليس بحذايا. ايه. قول فما فلوس في الفريب ولا؟ فلوس. ما خلولناش فلوس. شكون؟ القرصستية روس الأموال الفريب غلي برشا برشا برشا. احكي لها قبل زوز ملايين تحل بهم نصبة زي اليوم، النصبة هذه فهمت ولا أنا شوفها محلولة ب 13 مليون. قديش؟ 13 مليون. النصبة هذه محلولة 13 مليون ولا 13 مليون قبل 5 ملايين نحل بهم نصبة. توا غلوات سلعة البلد تحط على يدك 700 800 ألف، المواطن ما عادش تقول بلوزون ب 30 ولا ب 50 ولا ب 10 ولا ب 5 ولا بدينار، ما عادش قادر باش ياخذ فهمت؟ واحكي لها الثنية، احكي لها هيك ما تحكيش، نعطي الفاتورات، نعطي الرخصة، نعطي الباتين، كل شيء موجود عندي فهمتي؟ برخصتي فاتوراتي باتينتي اموري واضحة، وديما تاعب في الطريق. شنو تاعب؟ ديما تعبيننا يا ودي. كيفاش؟ في كل الحالات، معناتها تشوف تجيب الفاتورات، نعطي الفاتورات، نعطي الرخصة، نعطي الباتين، وديما تاعب. شو متعبك في كاميونك وباجاجك وماشي على روحك؟ باهي، أبسط حاجة يتعبوك عليها مثلا لحظة عاد مثلا الفاتورات، يقول لك هات الفاتورات، تقول تفضل فاتورات، باهي هذا التاريخ نتاع الشهر اللي فات، يقول لك فهمتي كيفاش؟ معناتها نقول له تعدوا نهارين الفاتورات، يا ودي راني ما نبيعش في المعدنوس ونهار باش ننقضه ولا في السلك، يعني راني نبيع في فريب، تاخذها اليوم بعد شهرين باش تعديها. لا يلزمك كل فاتورة كل يوم مليار، أنت باش نعمر وحدي كل يوم نخرج الفاتورات، تمام برشا حكايات فهمتي. ما يعجبوش التاريخ نتاع الفاتوره؟ ما يعجبوش خاطر عندها نهارين. يقول لك اعطيني الفاتوره نتاع اليوم. كيف؟ بيع فيسا عندي. هو المواطن شكون انت؟ مكدسه شكون بياخذها؟ انت وين من الكليونات؟ هاكم جد. الرئيس بالرسم. فهمت؟ شفت؟ تكلم نور الدين. مثلا انت ناس ب 13 مليون بنقولوا مروسي 200 الف، انت وين شكون باش ياخذها؟ الناس ماتت بالعربية، ما ثمش شهريات، ما ثمش فلوس، ناس بطالة في السفر، يعاتوا مشاريع، يخدموا الشباب بطال بالحق، راهو تو نحكي معاه، يخدموا هم يخدمونا احنا في السوق، فهمتي كيف؟ الكبابة اللي بحذينا هذوك قداش هذوما؟ هذوما 50 دينار. باهي المواطن يقول له ب 50 دينار شو يعملوا؟ مواطن يشري ولا يقحر لك؟ يقحر لي ويتعدى. خاطر براتها ب 850 ألف. قداش؟ 850 ألف، هذوك حالها من اليوم شفتها قداش هذا؟ في عهد بن علي ناخذوا فيها بقداش؟ عهد بن علي ناخذوا فيها 200 دينار البالة. الأسوام نتاع البالة تزيد كل مرة في العام، مرة في العامين. القرصستية كيما يحك راسها يزيدك 200، يأخذ يعرفك شراه يزيدك، يقولوا ب 500 يقول لك ب 800، ما ثمش مراقبين في الأسوام في القرصستية. لا أرد راسها. أرد راسها كيما يخرج يقول لك مثلا خرج من المعمل. 500 انا يعني بنبيعها ب 800 خاطر سلعه مفقود، يشوفونا البرنامج هذاك مثلا، مثلا يشوفونا القرصستيه الروس تبيع لنا احنا في البال،
بلط 200,000 يبيعها لك ب 800. انتم يرخصوا الجروسيستي ترخصوا على الناس لهنا. نرخص بطبيعة الحال، الأسبوع اللي فات عندي سلعة بدينار، راني نقول الناس بقولها بدينار، ناس رخيصة، تجي باش تحلي حاجة باهية، الباهي يقول لك غالي. فهمتي كيف؟ المواطن ديما تاعب هي الحاسب. البالة البالة كي تشريها سمحة ولا كل نهار وقسمه؟ كل نهار وقسمه. ما تدريش عليها الفوق لوطه توا تبيع الفوق لوطه اليوم ب 50 ينباع منها كعبتين تطيح لل 10,000 زاد ما تنسيهاش مش تبيعها ب 50 انت النهار الاول زي ما حلوله اليوم تبيعها هذه ب 50 تبيع منها ثلاثه كعبات ب 50 بعد غدوه تطيح ب 10,000 فهمتي كيف؟ الشرايا وينهم؟ وش الشرايا؟ ربي يجيبهم واقفين ها ما شاء الله. عيط لهم عيط للشرايا يلا. واحلى سلعه وديما عند النوري وعند امين. هرمنا هرمنا بالرسمي. خويا اسمعني كلم حاجه انا سي قيس سعيد رئيس دول بالرسمي يا خويا اجى الجنوب قسما بالجنوب ميت الجنوب ما فهم شيء العباد بالرسمي تعب انا نحب بالرسمي مطماط هذه جهه مسؤول بالرسمي خاطر شباب بالرسمي تعب على الاخر قسما بالله تعب تعب بالرسمي اش خلى الشباب ما يعرسش اش خلى العباد بالرسمي العباد ما تعرسش خاطر من الوضع اللي صاير في البلاد انا معرس عندي ثلاث صغار قسما بالله هنا عرفت ما هنا يا قيس سعيد هنا مخنوق.